اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم معايا ايه النهارده. واو، فاكرين لعبه ديزني اللي بالجبس اللي هي من فيلم فروزن؟ معانا الملكه ألسا اسمها تشيكر ميكر، هنقدر ان احنا نلونها مع بعض. النهارده بقى هنعمل ألسا بقى ونتفرج عليها. واو بصوا مكتوب عليها بقى تشيكر ميكر، الله، هنعملها بقى النهارده مع بعض. كنت جبت لكم بقى فيديو تاني عشان نتفرج على المحتويات بتاعتها. بصوا بقى ممكن احنا نعمل فيها صورتين، يا اما ألسا يا اما انا، بس النهارده هنعمل بقى ايه ألسا. اوكي تعالوا بقى نطلع المحتويات كده. اهو ده بقى الجزء اللي تحت، بنحط بقى عليه الايه الجزء ده اللي فيه الملكة ألسا اهو. اوكي وبعدين بنحط بس كده كويس، وهنا حطيت بقى مية، لازم تكون دافية كده شوية. اوكي بعدين بنحط بقى الباودر كده. ونقفل بقى الجزء ده كده. ونقعد بقى نهز بقى فيه. واو شفتوا بقى، حطينا الباودر بالمية. واو اهو نقعد بقى نعمل شيكينج 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 شيك ات بيبي شيك ات لحد ما الايه الجزء كله يكون. بس قعدنا نعمل شيكينج بقى كله، ده الايه الجبس الزيادة نسيبه بقى كده. بص بقى هنا الايه الملكة ألسا الجبس بنسيبه ينشف بتاع 90 دقيقة، وبعد ما ينشف نقوم جاي بقى فكينه. واو بص بقى بعد ما طلعته شكله جامد جدا 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 اهو. ما انا افتكرت ان في شروخ كده شويه، تقريبا كنا المفروض ان احنا نقعد نعمل شيكينج اكتر. اعتقد ده هوا دخل جوه، عشان كده لازم نطلع الهوا كله عشان ما يعمليش بلالين ويعمل لي بلالين في الجبس اهو. ممكن بقى ان احنا بعد كده نقوم ملونينها، ممكن نعمل تجربة تانية بس عشان نقدر ان احنا نعملها شيكينج اكتر، ففي الاخر ما يكونش الجبس شكله عامل كده. طيب ان احنا نلونها، طبعا هلون شعرها باللون الابيض. بس لون شعرها كده لونه ابيض مصفر. نلون بقى بشرتها باللون الايه سيمون الفاتح كده. بعدين نلون بقى بقية جسمها، دي ايديها وده بعد كده بقى الفستان بتاعها. واو بص بقى لونه ازرق شكله حلو ازاي عليها. نعمل ده بقى لون الموف. فيكون الفستان بتاعها بقى لونه ايه ازرق في موف. واو شفت بقى فكرته جامدة ازاي. ممكن احنا ننقط بقى الفستان بتاعها. نعمل بقى حواجبها، مكان نعمل بقى عينيها. بصوا بقى باللون الازرق
هي بقت شبه سنو مان شوية، شكلها بيضحك كده بس شكلها برضو أمور. نحط لها بقى روج لونه أحمر. الله، شفت بقى شكلها حلو ازاي؟ واو، انا عن نفسي شايفة ان هي كده بقت جاهزة، شكلها حلو جدا. ممكن احنا نكمل بقية الجبس نلونه، بس انا شايفة ان احنا نلون ألسة لوحدها كفاية. ممكن نحطها بقى على الهولدر، هيكون شكلها حلو جدا، عجبتني قوي قوي قوي. ممكن نديها هدية لحد من صحابنا. لا فعلا شكلها فظيع. اي نعم هي وشها شكله مرعب شوية، مش شبه ألسا، بس يعني الفستان بتاعها بالايه بالطقم شكله حلو جدا 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 عليها. اتمنى اصحابي ان هي تكون عجبتكم. بليز قولولي في الكومنتات ايه رايكم فيها، وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العيب اللطفول. توحشيني يا اصحابي، باي باي.